لي صديق له كامة سوداء في خده الأيسر ونبت له فيها شعر طويل فيقوم بقصه، فما حكم ذلك؟ في خده الأيسر يقول إذا كان هذا مسوها لوجهه أو في الخد فلا بأس أن يقصه وأن يزيل التسويه، أما هذا لا يعتبر من المثل، وإنما هو شعر زائد ويسوي الوجه، إذا كان فيه تسويه فلا بأس بقصه وتجميل الوجه. جزاكم الله خيرا.